قطاع الطيران بيهدد وبيحكي إذا ما استمر الدعم ممكن يسكروا ويروحوا بيوتهم. أنا اسمي إيهاب، إذا كانت هاي أول مرة لكم في قناتي فبتمنى منكم إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. هلأ خلونا نبدأ فيديو اليوم. سلام. قطاع الطيران كان أكثر القطاعات ربحاً خلال الفترة الماضية. لما أحكي الفترة الماضية بتكلم عن 10 سنين الأخيرة، كانت أرباحهم بالمليارات وكانوا بيطيروا في الحقيقة وفي سوق الأسهم. لكن فجأة أول ما إجا فيروس كورونا بطلت الناس ما بدها تسافر ولا بدها تشوف طيران ولا بدها تشوف إشي تاني، وبالتالي قطاع الطيران احتاج إنه يكون في دعم فلوس له. طيب سؤال، يعني وين راحت أرباح زمان؟ ليش ما بتصرفوا من الفلوس اللي جمعتوها في البنوك؟ ليش يعني الدولة لازم من أولها تبدأ تصرف وتساعد؟ وكمان ليش بيهددوا يعني بدهم يسكروا هلأ؟ الطيران معاه دعم لأول أكتوبر، ولليوم ما في أي كلام عن تجديد الدعم أو أي مساعدة ثانية. في شركات بتحكي إنهم بدهم يصفوا 20% من طياراتهم ويسرحوا طيارين. اللي صار إنه قطاع الطيران استلم 25 مليار دولار عشان يعوض الخسائر اللي صارت وقلة الطلب على الطيران، وكمان عشان يحافظوا على الوظائف، ما بدهم يفنشوا كل الناس. الطيارين واللي بيشتغلوا في المطار لازم يضلهم موجودين ولازم يضلهم ياخذوا تدريب مستمر، ما بينفع يقعدوا في البيت. وبعدين هيك فجأة تحكي لهم تعالوا اشتغلوا يلا طيروا بس طيارات وطيروا الناس معاكم، مش هيك بتصير. يعني حتى نفس الشيء مع نجوم الرياضة، لما صار العزل الصحي وكل واحد قاعد في بيته وشغله زي هيك، ما بتقدر تجيبهم بعد العزل الصحي وتحكي لهم روحوا العبوا مباراة ولا شغلة، ما بزبط. لازم يكون معاهم شوية وقت يتمرنوا ويرجعوا للياقتهم قبل أزمة كورونا عشان يقدروا ينافسوا. عاد احسب إذا نجوم الرياضة هيك، ما بالك الطيارين اللي وظيفتهم بتأثر على حياة الناس. الحلو في الموضوع في شخص إداري من شركة طيران بيحكي أنا ما بعرف إذا حنستمر في الطيران. طبعا هو ما حكى اسمه وما حكى الشركة اللي بيشتغل فيها. لو إنه حكى اسم الشركة كان هتلاقوا سعر الأسهم تقريبا اختفى، هتلاقوا السهم صار ببلاش. فكويس إنه خبى هاي الشغلة. لكن فعليا مشكلة الطيران هلأ إنهم متوقع إنه التحسن حيكون خلال شهور، لكن بعد اللي صار واللي شافوه شافوا إنه ممكن وضع ياخد سنين. حتى لما البلد فتحت برضو ما كان في إقبال على الطيران. هلأ فعليا شركات الطيران بتقدر تاخد كمان 25 مليار دولار تانيين يساعدوهم، لكن عشان ياخدوهم في حيكون شروط وتيرمز وشغلات أصعب. فهم لهلأ ما وصلوا لقناعة إنهم مستعدين ياخدوا 25 مليار ويلتزموا بهاي الشروط الصعبة. لليوم بدرسوا الموضوع. هلأ مسؤولين في الخزنة الأمريكية بيحكوا إحنا ما عندنا حل نخلي الناس يقتنعوا إنهم يسافروا بالطيران، وإحنا كمان ما عندنا القدرة إنه نحل المشاكل 100%. كل شركات الطيران قاعدين يدرسوا كيف يقنعوا موظفيهم ويعملوا لهم برامج تقاعد مبكر عشان بدل ما يفنشوهم يخلوا الناس يطلعوا لحالهم. يعني مثلا يونايتد وامريكان ايرلاينز حاليا قاعدين يفكروا كيف يتخلصوا من 8500 وظيفة إدارية. دلتا بتحاول تستخدم ال5 مليار دولار اللي اخذوها الدعم قد ما بيقدروا عشان ما بدهم يفنشوا اي حدا. لكن المسؤولين في ساوث ويست حكوا انهم ما راح يفنشوا اي موظفين، هم اصلا اوريدي عندهم موظفين بزيادة وبيعتقدوا ان هدول الموظفين بزيادة حيضلهم معاهم للسنين الجاية. امريكان ايرلاينز بيحكوا الفلوس اللي عملناها بسنة 2019 ما بنتوقع انه نعملها حتى بسنة 2021، يعني الوضع لسه معتم عليهم. انا بعد هذا الكلام كله بدي اعرف شو حيكون دعم الطيران في هيروز اكت لما الجمهوريين يسووا تعديل ويحاولوا يضيفوا من عندهم شغلات، شو حيصير في قطاع الطيران؟ كم حيعطوهم فلوس؟ هل حيغيروا في التيرمز؟ هاي الشغلة بتهمنا لانه الطيران بصراحة شيء كتير مهم. بعدين شو بتتوقعوا يصير مع الناس بعد ما البلد تفتح؟ هل هتلاقي الطيران رجع انتعش مرة تانية؟ هل تتوقعوا انكم انتم مرة تانية هترجعوا تستخدموا الطيران كوسيلة تنقل؟ ولا في ناس مثلا بفضلوا هلأ يسوقوا بحكوا لك أأمن ومتأكدين ما راح يجينا كورونا فيروس لأنه احنا لحالنا، والإشي الوحيد اللي حيصير بس حننزل على محطة بنزين أو ننزل ناكل وننام. وبعدين صحيح أول واحد فيكم ببشرني انه الطيران الدولي حيفتح إله مني هدية وحلوان مني شخصية، وتذكروا هذا الفيديو. هلأ إذا عجبكم فيديو اليوم بتمنى تعطوني لايك، إذا ما عجبكم فأنا برضه بديسلايك، وإذا بتعرفوا حدا بهمه هيك موضوع بتمنى إنكم تعملوا شير للفيديو معاه، وإن شاء الله بنشوفكم الفيديو الجاي. تحياتي للجميع، سلام. عشان أمسكها زي هيك اشتغلت على هذا الموضوع يمكن سنة ونص عشان أخذ الثقة، وهلأ صرت بقدر أمسكها صح؟ آه في ثقة.